دكتور احمد ثابت، مساء الفل، منورنا. مساء الفل على حضرتك يا كابتن احمد، ومبروك للنادي الاهلي بطوله السوبر، وان شاء الله عقبال بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بلال محسن منورنا. حبيبي يا كابتن، منور حضرتك القناه والبرنامج، ودايما كده متالق، سعيد ان انا مع حضرتك ومع الدكتور النهارده، وان شاء الله نحتفل كلنا بكره في نفس التوقيت كده بفوز النادي الاهلي وصعوده لسيمي فاينال الانتر كونتيننتال ان شاء الله. كلام فني جدا جدا جدا. هنبدا معاك وفرقه نادي العين، التشكيل، التكتيك، طريقه اللعب، ابرز النجوم، اخطر اللاعبين. هنبدا سخنة على طول بالتشكيل. على طول. ماشي، يلا بينا. اول حاجه طبعا فرقه العين الاماراتي فريق محترم جدا، وهو الحاصل على دوري ابطال اسيا. في البدايه كده عايز اقول لحضرتك ان قيمته التسويقيه 48.8 مليون يورو قيمه اللعيبه. نعم. النادي الاهلي قيمته التسويقيه 30.8 مليون يورو، يعني الفارق طبعا يعني 18، حوالي 18 او 19 مليون يورو. هنتكلم الاول على تشكيل العين الاماراتي وازاي بيلعبوا مع المدرب الارجنتيني هيرنان كريسبو، وعاملين برضو مقارنه ما بين هيرنان كريسبو وما بين مارسيل كولر. نعم. تمام. اول حاجه نبدا بالتشكيل. في حراسه المرمى خالد عيسى. خالد عيسى من الحراس الخبره اللي قدامنا على الشاشه اهو، هو مميز في ركلات الجزاء. مميز. نعم. في ركلات الجزاء، عنده 35 سنه. نعم. ساعات هو بحالات، ساعات تلاقيه كويس وساعات تلاقيه مش موفق يعني. نعم. الاثنين اللي في قلبين الدفاع. طب قبل ما ننقل عن خالد عيسى كابتن. نعم. عشان نقف عند واحد واحد عشان ما نرجعلوش، يعني خالد عيسى ضعيف جدا في التصويب من خارج المرمى. نعم. عنده مشاكل كبيره جدا مع التصويبات اللي بتبقى من خارج المرمى، شفنا في مباراه الهلال هدفين او ثلاث اهداف استقبلتهم شباكه، وفي انا خالد من الحراس اللي بيعجبوني على فكره. هو عنده رد فعل مميز. سالم الدوسري، تسديده سالم الدوسري دي كانت صعبه قوي. بس هو حتى في مباراه التسديده من خارج المنطقه تبقى مسؤوليه الحارس، بس احنا عايزين نقول يا كابتن ما تظلمناش قوي كده يا بلال، ما تجيش علينا. ممكن احنا برنامج حارس الاهلي، ممكن نقول المرونه مع السن قلت بالظبط. لا لسه 35 سنه ده بينفجر موهبه. احنا عندنا الشناوي تقريبا في نفس العمر يعني. فبينفجر موهبه يعني، لكنه انا قصدي انه مش ضعيف. مش ضعيف، بس التسديدات من الممكن انه بساعات ما بيبقاش موفق، او لكن هو من الحراس الموهوبين. بالظبط، يعني هو حارس جيد، حراس الامارات طول عمره. اتفضل يا دكتور. اثنين قلبين الدفاع، فابيو كاردوزو ده برتغالي اعاره من بورتو رقم 4. عنده 30 سنه. جنبه المساك الثاني كوامي، ده ايفواري ومعاه جنسيه ان هو اماراتي طبعا. نعم. هم عشان عندهم عدد مسموح. نعم. في الاماراتيين، فهم اغلب اللعيبه معاهم جنسيه اماراتي. الاثنين دول فابيو كاردوزو مميز جدا في الضربات الركنيه وبيلعب براسه كويس جدا. ولازم يتمسك، هنشرح دلوقتي احنا عاملين فايل لوحده خالص بالضربات الركنيه لانهم مميزين فيه. كوامي المساك الثاني ده ضعيف جدا ونقطه ضعف لازم نستغلها ان شاء الله. بندر الاحبابي اللي هو الكابتن رقم 11 ده الظهير الايمن. ايريك الظهير البرازيلي ومعاه جنسيه اماراتي رقم 15 ده الظهير الايسر، وده نقطه ضعف دفاعيا. قوي جدا هجوميا. نعم. بيتقدم وبيسيب مساحات في ظهره كتير، لكن على مستوى الهجوم بيعمل عرضيات كويسه. نعم. بندر الاحبابي لعيب مقاتل عنده الروح، هو كابتن الفرقه. اللي هو الظهير الايمن عنده 34 سنه. عنده 34 سنه لكن الحارس 35. نعم. بس دكتور برضه يا كابتن، بما اننا في العين، هل اللي هيلعب كاردوزو ولا خالد الهاشمي؟ لا طبعا كاردوزو. كاردوزو يعني واحد من اللعيبه الاساسيين. اللي جايبينه بمبلغ كبير 3.5 مليون. زي ما انت قلت اعاره من بورتو. اعاره من بورتو، وهو المساك الاساسي بتاعهم وبيسجل اهداف دايما. مميز في الراس فعلا. اللعيب الارتكاز اللي قدام الاربعه بارك يونج. وده من كوريا الجنوبيه، عنده 31 سنه، هو الارتكاز الدفاعي اللي بيبقى دايما حامي الاربعه اللي قدامه. نعم. وهو ده اللي بيمنع الهجمات المرتده. نعم. مروان عطيه بتاع النادي الاهلي. برافو عليك. جنبه بيبقى عبد الكريم تراوري رقم 70، ده من مالي. ده لعيب صغير في السن، مواليد 2005، عنده 19 سنة. قدامهم ماتيوس. لا بس في نص الملعب، لانه هو كان هناك غياب ليحيى نادر بسبب الاصابه. بالظبط. وكانوا هيتجننوا عشان عودته، وهو لاعبه المباراه اللي فاتت اخر 25 دقيقه، ويحيى هو اساسي نادي العين واساسي المنتخب الوطني، فهو لعب الجزء الاخير من المباراه السابقه، واعتقد انه اساسي بكره. لو بدا هيبدا مكان تراوري. تراوري ما هو لو بدا يحيى نادر هيبقى مكان تراوري. المنتخب واساسي بس الجلعين. تراوري اللي لعب كل الماتشات السنه دي، يعني لعب حوالي 10 او 11 ماتش. كان مصاب. والاصابه تجددت، لكنه هو فضل مستني عليه، حتى الراجل يعني في المنتخب كان مستنيه ولقى برضه اصيب، ده كان مضايقه جدا. فعاد ولعب الجزء الاخير من دبل حصن المباراه الاخيره، واعتقد عدل واحد واحد بارك يونج ومعاه يحيى نادر هو الاساسي. لو بدا هيبقى. نعم. بدا مكان تراوري، يعني هي نفس الطريقه 4-2-3-1، هيبقى. نعم. يحيى نادر جنب بارك يونج او تراوري اللي هو من مالي.
نيجي بقى للرباعي الامامي الخطير جدا. محمد عباس ده من الامارات رقم 8 بيلعب جناح شمال. ماتياس بلاسيوس ده ارجنتيني اماراتي مع الجنسيه الاماراتيه بس هو من الارجنتين عنده 22 سنه. نيجي للاثنين اهم اثنين لعيبه في الفرقه دي رقم 10 ورقم 21. ايوه رقم 10 كاكو وده بيلعب في منتخب باراجواي عنده 22 مباراه دوليه في منتخب باراجواي قيمته التسويقيه لوحده 5 مليون يورو. نيجي للخطير اللي قدام طبعا المغربي سفيان رحيمي وده برضو ليه هنشرح له دلوقتي فايل كامل. سفيان رحيمي اللي هو المغربي اللي قيمته التسويقيه 8 مليون يورو. لوحده. سفيان رحيمي هو سفيان حقيقة يساوي 20 25 مليون يورو يعني. هو قيمته بقت 8 بعد الاولمبياد. لا يساوي اكتر من كده. هو احسن 9 دلوقتي في اسيا يعني يعتبر. هو لما بينزل لابا كوجو بلال لما بينزل لابا كوجو سفيان رحيمي بيتحول لجناح وده اللي احنا هنشرحه برضو في الحلقات معانا في الحلقات فعلا. هو اللافت للنظر كمان يا احمد وكابتن شوبير ان في 5 لعيبه من العشرة اللي في ارض الملعب اعمارهم ما بين 24 و23 تدرج الاعمار صبر. اكبر واحد في الخمسه دول 24 23 22 20 19 يعني في 5 لعيبه من العشرة اللي موجودين في ارض الملعب اكبر واحد فيهم 24 سنه وده بيفسر ليه دايما العين المردود البدني عنده حتى عالي. في مباراه الهلال كان لاخر دقيقه عندهم فرصه ان هم يتعادلوا. بالظبط. نعم اتفضل يا دكتور. معانا بقى مقارنه ما بين كولر وكريسبو وعايزين نفسرها مع بعض. يلا بينا نشوف الارقام بتقول ايه. تمام. كريسبو طبعا عليه انتقادات كتيره في العين الاماراتي. وده ممكن الماتش ده يا يبقى طول نجالي يا اما اقالته. من الاخر مارسيل كولر لعب مع النادي الاهلي 126 مباراه. كسب 89 منهم. نسبة الفوز بتاعت كولر قد ايه؟ 70.6 يعني تقترب من 71%. ده نسبة عالية جدا. خسر 11 ماتش بس. الناس دايما يعني احنا بنقعد نقول ده كولر النهارده مش موفق، ده كولر مش عارف ايه، ونقعد ننتقد. رغم كده تبص على الأرقام تلاقيه خسر 11 ماتش بس. منهم 4 محلي بس. ومنهم ماتش كان الكابتن سامي قمصان اللي كان ماسكه قدام مودرن فيوتشر. بالظبط. يعني ما خسرش غير 3 ماتشات محليا بس. جاب كام جون؟ 235 هدف في 126 يعني معدل 1.8 هدف في الماتش الواحد. يعني هدفين. استقبلنا كام جون؟ 77 بمعدل 6.10 دليل ان دفعنا الحمد لله كويس. حصل مع النادي الاهلي في ظرف في خلال سنتين 10 بطولات وبرونزيه بالمونديال. ما شاء الله. النادي الاهلي برضو بيعلي وكولر مدرب كويس. تعال نبص بقى لكريسبو. كريسبو ارقامه غريبه جدا ونفسرها مع بعض. لعب كام ماتش؟ 45. كسب 21. اتعادل 6. خسر 18. ده يقول ايه؟ يقول ان هو مدرب ريسكي عنده يعني ايه بيهاجم. بيندفع بس دليل ان هو ما بيتعادلش ما بيقفلش كويس. بالظبط. هو هو بيهاجم جامد جدا يعني احداث خلال احداث المباراه كابتن هتلاقي ان العين دايما بيعمل الضغط العالي عشان يخلق فرص ويسجل. وممكن ينجح او ما ينجحش. وفي حاله الارتداد عنده مساحات كبيره جدا هنتكلم عنها زي ما احمد بيقول بالظبط ان هو مدرب ريسكي جدا. ما عندوش التوازن، ما عندوش فكره ان انا اقف ورا استنى الفريق او الكلام ده خالص. هو بيلعب في كل المباريات حتى امام الفرق الكبيره بنفس سياسه اللعب ان انا ههاجم واخلق فرص وفي المقابل ان انا بقى عندي مساحات في الدفاع ممكن يتعامل معاها بشكل جيد في وقت من الاوقات النتيجه تخدمه او يخسر المساحات دي ويخسر اللقاءات. بص احراز الاهداف 93 يعني بيجيبوا جونين في الماتش رقم كبير. 93 في 45. تعال بقى بص على الرقم اللي يهمني قوي. استقبلت شباكو اهداف 74 جون في 45 ماتش يعني بمعدل 1.6 هدف في الماتش. ده مش بالزبط. ده يعني مش فريق يبقى كبير عمر ما هيبقى فريق بطل بيستقبل هدفين في الماتش الواحد. بعكس كولر. بعكس كولر. برافو عليك. كولر باستقباله 6.10 بس اخذ بطوله واحده معاهم اللي هي دوري ابطال اسيا. دوري ابطال اسيا. وتولى المهمه من 14 نوفمبر 2023 كولر من 9 سبتمبر 2022 وهيرحل عن المهمه ان شاء الله. 29 ان شاء الله يرحل ما يرحلش. المهم ان احنا نكسب يعني ان شاء الله. طيب خلينا بلال طريقه اللعب المفضله لدى نادي العين ولدى كريسبو. بص يا كابتن كريسبو بيلعب على الورق 4-2-3-1. تمام تمام. الثلاثي الامامي في العين الاماراتي زي ما احمد اتكلم كاكو وبلاسيوس وسفيان رحيمي. الثلاثه دول عندهم لا مركزيه كبيره جدا يعني احنا حتى لما هنيجي نتكلم عن الحالات وهنبرز خطوره كاكو وبلاسيوس ان هم بيدخلوا للعمق كتير جدا. سفيان رحيمي زي ما قال احمد في وقت من الاوقات كتير جدا بيتحول لجناح ايسر وبيفضي المساحه للي جاي من العمق. اوقات بيبقى كاكو اوقات بيبقى بلاسيوس وبعد نزول لابا كوجو وتحوله لراس حربه سفيان
بيروح على الجانب الايسر ويبقى عنده نفس الخطوره. الميزه بص يا كابتن دي ده اللي في الكوره دوت ده بلاسيوس اللاعب رقم 20 لعب قبل كده لبازل السويسري وسان لوزيرنو يعني لاعب عنده مشاركات اوروبيه قبل كده. بص يا كابتن التفاهم الكبير قوي اللي بين بلاسيوس وبين سفيان رحيمي ده سفيان اللي في القلب بيتحرك بص البينيه يا كابتن بتعمل له من عمق الدفاعات سفيان بيجيد نفس اللاعب او نفس الربط بين سفيان وبلاسيوس هنا في نفس الكوره برده سفيان بيجيد قوي ظبط الاوفسايد وضرب مصيده التسلل ودايما على طول بلاسيوس بيحطها له في المساحه الكوره الحاله اللي بعدها هنروح سفيان اهو بص نفس كل دي يا كابتن هتلاقي بلاسيوس وسفيان او بلاسيوس دخل للعمق سفيان اتحرك خلف الدفاعات استلم الحل بعدها راوغ الحارس المرمى وسجل ده معظم اهداف العين الاماراتي اهو اللاعب ده بقى كاكو اللاعب رقم 10 نفس الكلام برده يا كابتن بيدخل للقلب اهو دايما اهو وبيعمل الربط مع نفس اللاعب سفيان رحيم اللي جاي من الجناح الايسر اهو نفس اللاعب برده هنا كاكو لسفيان اللي دايما عنده تفوق كبير جدا يا كابتن خليك فاكر الكلام ده عنده تفوق كبير قوي في ضرب مصياده التسلل والتحرك في المساحات الحمد لله الاهلي ما بيلعبش على التسلل بالظبط بالظبط ده برضو ككل لاعب رقم 10 بص دايما يا كابتن بيجيد عمليه استلام الكره ما بين الخطوط يا احمد يعني بص بيستلم الكره هو ما بيعتمدش على انه لاعب طرف ابدا لا دايما بيدخل لوسط الملعب اهو ثلاثة عندهم انت حرية بتتكلم في نقطة مهمة بالظبط نقطة التمريرات الطولية في ظهر المدافعين ده صحيح اللي في سفيان رحيم في عمق المدافع بالزبط. فانت النهاردة انا يعني انا في مباراة الزمالك قلت ان انت لازم تبدأ ضغط عالي تمام ودي حاجة مهمة وبدأنا كده وكنا ممكن نسجل جونين وثلاثة في أول شوط بالظبط مباراة بكرة انا شايف ان الضغط العالي لا ليه؟ الضغط العالي لا لا ما تبدأش ضغط عالي ليه؟ لو بدأت ضغط عالي ودفاعك متقدم سفيان رحيم هيتعبك بالظبط هيتعبك سفيان رحيم عنده سرعات مع ياسر ابراهيم وربيعه لا انت لازم بكره تلعب جيم دفاعي مميز زي ما عملت يوم اتحاد جده دفعت بشكل بس كويس بس خلينا نقول توازن اكتر يعني توازن بس مع التحولات بكره مباراه تحولات بالظبط فريق العين بص حضرتك سفيان رحيمي دايما عنده اصرار على العمق بص هنا الجبهه الشمال اللي كان بيكلم بص سفيان رحيمي بيعرف يسرق قلبين الدفاع ازاي ويتحرك هات الصوره اللي بعدها ماشي على طول هنا على طول حتى كمان ضربات الراس اتطور فيها سفيان هنا الغامق يا جماعه اللي هو عليه الاضاءه اللي عليه الاضاءه اللي هو بيلعب براسه كمل هنا برضو سفيان رحيمي في العمق دايما عنده اصرار ان هو يتواجد في العمق بالظبط كمل اللي بعدها على طول هنا وقف ثانيه واحده بص حضرتك ده اللي بتكلم فيه لو انا لعبت ضغط عالي بكره ولعبت دفاع عالي انت بكره هتلاقي سفيان رحيمي مميز قوي في حته الاختراقات فانا لازم حتى لو عملت ضغط عالي يبقى في فترات قليله قوي في الماتش عكس مباراه الزمالك بكره المباراه تكتيكيه محتاجه ان انا اقفل بشكل كويس واعتمد على التحولات لازم التحولات بتاعتي تبقى شكلها كويس لازم يبقى عندي سرعات على الاطراف لازم ده اللي احنا عملناه في مباراه الزمالك الثانيه مش الاولى ما هو الفرق بص يا كابتن الفرق بين ويا احمد الفرق بين النادي الاهلي وده معانا نقطه من محاور الحالات النهارده ايه اللي فرق بين اداء الاهلي في مباراه السوبر المصري والسوبر الافريقي ليه النادي الاهلي ظهر في السوبر اللي احمد بيتكلم عليه ان احنا في المباراه الاولى لعبنا جيم دفاعي المباراه الثانيه لعبنا جيم متوازن بص هنا يا بلال هنا سفيان رحيمي بقى لما بيروح جناح لما بيتزنق يروح منزل لابا كوجو اللي هو التجولي المهاجم راس حربه بص هو اللي معاه الكوره لابا كوجو اللي عليه الاضاءه ده سفيان رحيمي راح فين؟ راح جناح فسفيان رحيمي اللي هو عليه الاضاءه فسفيان رحيمي عنده القدره يلعب مهاجم ويلعب جناح المدرب كريسبو بيستخدمه كده بس هو هيبدا مهاجم هيبدا راس حربه عشان يتحرك في ظهر ياسر ابراهيم وربيعه فانا النهارده حتى لو هاجم بص هنا برده سفيان رحيمي فين؟ هات اللي بعدها بص لما استلم الكوره راح فين؟ دخل لجوه وشاط دايما لما بيلعب جناح قدام إيريك اللي هو البرازيلي بيبقى سفيان رحيمي قدام بيخش لجوه وبيقطع بيشوط انا مهمتي بكره بص بيعرف ياخد ضربات جزاء بكره مين اللي هيقف مع سفيان رحيمي مروان عطيه لازم يبقى ثالث قدام الاثنين مباشره لا لازم امنع الهجمه المرتده لازم تفكيري قبل ما اجيب جون امنع الهجمه المرتده امنع سرعات سفيان رحيمي اخطر لعيب بكره على النادي الاهلي سرعه سفيان رحيمي طيب خليني اسالك بلال على ديفنس نادي العين الاماراتي ومن خلال الارقام اللي الكابتن الدكتور احمد ثابت جابها لنا هي ارقام ضعيفه بالظبط خلينا نكون بمنتهى الامانه يعني في المباريات الكبيره بتهتز شباكه كثيرا يعني كيف نستفيد من الاخطاء اللي بتبقى موجوده في دفاع نادي العين؟ بص يا كابتن نادي العين عنده مشكله كبيره جدا في المساحات اللي بتبقى دايما موجوده خلف الظهير الايمن والظهير الايسر اللي هو بندر الاحباب رقم بندر الاحبابي الظهير الايمن وايريك البرازيلي بندر الاحبابي
بندر الاحبابي. ايوه انا لسه راجع من الامارات وكده كده انا فهمتها. بندر الاحبابي الظهير الايمن دايما عنده مسانده هجوميه، لان هو في وقت من الاوقات يا كابتن كريسبو بيحول الظاهرين لاجنحه علشان يدي علشان يدي احمد فرصه لبلاسيوس وكاكو ان هم يدخلوا لعمق الملعب، لان خلي بالك احنا النادي الاهلي، بص يا كابتن دي مثلا دي حاله من الحالات في مباراه الهلال، بص خط دفاع العين كله متقدم، ودي ده الكره مع نيمار تقريبا يا احمد لما نزل في اخر المباراه حاله واحد لواحد. بص يا كابتن الحاله اللي بعدها، بص سوء التمركز اللي عند رباعي الدفاع، الوقفه نفسها غلط، التحرك الكره دي بالمناسبه اسفرت عن هدف، يعني رغم الطرد تقريبا الطرد كانت الطرد. دي بقى بص يا كابتن دي برده حاجه ثانيه. الكره دي اللي هناك في اليمين خالص ده يا احمد كانسيلو هيستلم الكره دلوقتي. بص يا كابتن بص انا عايز حضرتك تشوف المساحه اللي ما بين قلبين دفاع يا جماعه، خلينا ما بيننا نقول كانسيلو ونيمار ومش عارف ايه، ده لعيبه في الدوري السعودي، يعني ما بتكلمش عن الدوري الانجليزي ولا الدوري الاسباني ولا مانشستر سيتي، انا بتكلم على الهلال السعودي وكريستيانو، يعني فبقت الدنيا طبيعيه يعني. اتفضل. بص يا كابتن المساحه الكبيره اللي ما بين قلبي الدفاع كاردوزو وكوامي زي ما احمد اتكلم وشرح، بص يا كابتن سافيتش واقف لوحده خالص في وسط قلبي الدفاع، الكره هتتلعب على طول اهي العرضيه من كانسيلو، ارتقى للكره، بص يا كابتن المساحه كبيره قوي ما بين قلبي الدفاع، ارتقى سافيتش بمنتهى الحريه. المهاجم طالع لا متراقب واللعيبه بتبص على الكوره. بس عايز اقول لك حاجه يا دكتور احمد، انا يعني مثلا في الريال والبارسا ما ليفاندوفسكي ملتاو ومش عارف جنبه تشاوميني ولا مين روديجر، والكره بتترفع وطالع وبيحطها بدماغه في الجون، وكان الجون الثالث باين او حاجه زي كده. اي فرقه لها نكوكو ونقطع بالظبط، اي فرقه لها نكوكو ونقطع. احنا بنتكلم ازاي نقدر نستفيد من الثغرات اللي عند فريق العين بكره. بص يا كابتن دايما خط الدفاع بيلعب هاي، يعني ضغط عالي دايما، المساحات في ظهر الظاهرين دايما هتلاقي الظاهرين مش موجودين، يعني بص الصوره دي يا كابتن، ودي انتهت بهدف لما راح طويله بالظبط، سالم الدوسري راوغ الحارس بالظبط وجاب هدف. دي دي النقط اللي احنا لازم نشتغل عليها بكره كويس قوي، حسين الشحات بيرسي تاو في سرعه الكره، ده الظهير الايمن بقى كابتن بدر الاحبابي اهو، سمح للاعب الهلال ان هو يصوب، زي ما سمح هناك ايريك الظهير الايسر للاعب الهلال يا احمد ان هو يعمل الكروس، الظاهرين بلغه الكره يا كابتن طيبين شويه، يعني حتى في الكور هم بيهتموا بالجانب الهجومي شويه على حساب الدفاع جدا، يعني هو دايما حتى بلغه الارقام زي ما ثابت عرض عندهم ارقام هجوميه كبيره جدا، في المقابل ارقامهم الدفاعيه يعني خطيره جدا، وسهل جدا ان انت تقدر بكره تشتغل على المساحات اللي خلف الظاهرين، تقدر تلعب في العمق، وسام ابو علي يقدر بتحركاته، وسام مميز بالمناسبه في حاجه يعني تميز اي فرود، وحضرتك اكيد عارف التحركات العرضيه، وسام دايما بيتحرك بالعرض زي سفيان رحيمي ما بيفضل بيصبر لحد ما بتتعمل له التمريره. مهمه بكره امام عاشور واحمد نبيل كوكا لو شارك من البدايه، وحسين وتاو او طاهر لو شارك، ان هم يعملوا لوسام التمريرات اللي في العمق، دايما يستغل المساحه اللي خلف الاظهره والمشكله اللي في العمق بين قلبين الدفاع. طيب في حاله عوده يحيى نادر مع بارك يونج، هل ده ممكن يدي شويه استقرار وثبات لدفاع نادي العين؟ اعتقد هو بص حضرتك هو مشكلتهم كلها في التحولات. التحولات الدفاعيه. يعني لو معانا نقاط الضعف، بس لو نجيب اول صور في نقاط الضعف. يلا. ليه بقول لحضرتك ان بكره الجيم مطلوب من كولر ان هو يلعب جيم تحولات، يعني ان انا هدافع بشكل كويس واتحول. ليه؟ هم فرقه الارتداد الدفاع مشكلتهم الاساسيه في الارتداد. بص والجبهه اليسرى، يعني هنسرع برضو، بص حضرتك هنا عندهم ايريك دايما هنا، بص الجبهه الشمال عندهم مشكله فيها، بص المهاجم فاضي. الاثنين المساكين سايبينه والناس كلها عينها على الكوره، هنا وسام ابو علي ممكن بكره يسجل من خلال ده. وقف بقى الصوره دي ثانيه واحده. هنا مشكلة فريق العين الإماراتي اللي لازم كولر يبني، أنا شايف وجهة نظري إن هو يبني خطته عليها. عندهم مشكلة في التحولات، بص الارتداد بتاعهم. هم دي كانت على فكرة ضربة ركنية ليهم. على ما يرجعوا بياخدوا وقت جدا. ده دي خلصت بجوم؟ فدي وكذا كورة. في الوقت الضايع. ودي كذا كورة، فأنت النهاردة عشان كده مهم، هدافع بشكل كويس، طب تحولاتك هتبقى، ما أنا مش مهم إن أنا دافع بس. لا أنا عايز تحولات. طاهر لو هيبدأ ناحية اليمين، حسين الشحات لو هيبدأ ناحية الشمال، لازم تعمل لي تحولات، لازم يحيى عطيه الله ينطلق، عايز تحولات تبقى بشكل كويس عشان تقدر تكسب الفرقه دي، لازم تحولاتك تبقى شكلها كويس. طول ما تحولاتك شكلها مش كويس مش هتعرف تكسب. عندك حاجه تاني في كمل الصور، بص حضرتك هنا دي الجبهه اليسرى. كمل.
برضه هنا نفس الجبهه اللي بيشتغلوا عليه، اي فرقه بتشتغل على ايريك اللي هو الجبهه اللي هيبقى فيها حسين الشحات واكرم توفيق لازم تشتغل عليه. هات بقى الضربات الركنيه بعد اذنك، الضربات الركنيه مهمه جدا جدا جدا. الضربات الركنيه هتلاقيها في الملف اللي قبل ده، واحده من اهم الحاجات اللي بيشتغلوا عليها فريق العين الاماراتي. بيعملوها على القريبه، على القريبه عندهم اثنين لو بتتلعب الناحيه دي ناحيه الشمال في ثلاثه بيروحوا، واحد بيبقى واقف ورا، واحد مقرب. ايوه بص هنا حضرتك، ده دول اثنين اهم. هات الصوره اللي بعدها بس، ده الجون اللي جاب وقف بقى. هنا بيبقوا ثلاثة، واحد بيبقى واقف ورا اللي هو ايريك، واثنين اهو عشان يلعبها الرقم ثلاثة. فالنهارده لعيبه الاهلي لازم تخلي بالها من النقطه دي، ان انا عندي ثلاثة بيبقوا في الضربه الركنيه غير مرقب نهائي، بيعملوا زياده عدديه في جنب. تكتيك حلو بصراحه. وبعدين بتقوم مرفوعه لمين؟ لفابيو كاردوزو، عشان كده قلت لك فابيو كاردوزو لازم يكون بادئ. كمل، هتلاقي برده هنا ضربه ركنيه ثانيه اتلعبت على اثنين، هتلاقي الثالث واقف ورا. هات اللي بعدها اهو نفس الشكل. نفس الشك بتترفع لمين؟ لفابيو كاردوزو المدافع البرتغالي. يبقى انا حفظتهم، انت قدامك الناحيه ديت ثلاثه بيروحوا، يبقى انا لازم ازود واحد. لعيبه الاهلي تبقى حافظه لازم ازود واحد. هم بيستخدموا كاردوزو يا كابتن زي ما احنا بنستخدم في وقت من الاوقات ربيعه، او كنا بنستخدم محمد عبد المنعم في وقت من الاوقات، لانه بيجيد الكرات. احنا كنا بنرفع على مره واحده. هم هنا بص، هم هنا بلال نبعت له تحيه بقى على الهواء. توفيق يا منعم، توفيق مفتقدينك بس بالتوفيق يا حبيبي ان شاء الله. والف مبروك التالق المباراه الثالثه على التوالي. امبارح عمل ديربي موناكو وشال واحده من الاخطاء اللي ما بتتشالش يعني. بالظبط. وانا بيني وبينك على الهواء قالوا لي موناكو كسبان واحد، اتنكت طلعت قال لك ده نيس كسب 2-1. قلت لهم كنت تقولوا لي كنت عشان اعمل فرح يعني، زي ما عملنا فرح لصلاح. اتفضل. فهنا هنا بص حضرتك الضربات الركنيه برده بتتلعب على مرتين، هنا نفس الشكل. هات اللي بعدها. ماشي. برضه ايه فابيو كاردوزا وسجلها براسه. اذن سلاح مهم عندهم الضربات الركنيه. سلاح مهم ولازم نخلي بالنا. الضربات الركنيه. الضربات الركنيه سفيان رحيمي تسديدات كاكو خطورتهم في الضربات الركنيه. التمريرات الطوليه اللي بيلعبوها لسفيان رحيمي تسديدات كاكو اللي هو صانع الالعاب. بالظبط. ده دي ابرز خطورتهم، لكن عندهم مشاكل. اهم حاجه اهم حاجه الارتداد. بطيئين جدا في الارتداد، لازم انت تستغل التحولات بتاعتك تكون بشكل كويس، والضربات الركنيه اللي عليهم مش كويسين فيها. زي ما اتكلمت برضو في نقطه حارس المرمى، انا بشوف ان التسديدات بتاعتنا مهم جدا بكره جداً ان نشوف. طبعا. طيب. طبعا. قبل ما نخلص العين، لو عندكم حاجه ثانيه في العين قولوا لي، بس قبل ما نخلص العين دايما اللي معروف يعني بحكم برضو ليها صداقات انه العين بيجيد اللعب خارج الامارات، يعني هو مش من النوع اللي بيخاف من تواجد جماهيري او لا، بيجيد اللعب ما عندوش مشاكل خالص. عملها السنه اللي فاتت. نعم عملها السنه. ده اللي ميزه في بطوله اسيا اللي فاتت. بالظبط. كسبان النصر، كسبان الهلال. ممكن اقول حاجه؟ عارف ليه يا كابتن؟ طبعا. عشان هم ميزتهم بره ملعبهم ان الفرق بتفتح، فبتديهم مساحات ورا، فسفيان رحيمي بينطلق. عشان كده بيتالقوا بره ملعبهم. مظبوط. وحاجه ثانيه بزود على كلام ثابت، ان معظم التشكيله من اللاعبين الاجانب. يعني حتى ما عندكش غير عندهم سبعه ارجنتينيين في الفرقه. يحيى نادر لو لعب، محمد عباس والحارس اربع لاعبين وسبع لاعبين اجانب. فانت عارف يا كابتن ان ثقافه اللعيبه الاجانب بتبقى دايما المباريات داخل او خارج الارض. بالظبط. بيلعب كوره يعني دايما. طيب. وحتى هم راحوا للمدرسه اللاتينيه يعني كاكول لاعب رقم 10 ده لعيب كابتن تستمتع بيه. ما نتمناش نستمتع بيه بكره يعني، بس هو لعيب مميز قوي من باراجواي. بلاسيوس من الارجنتين كمان يا كابتن. عندهم لعيب اسمه ماتيو سانابيرا ده رقم 21. عنده 20 سنه، لعيب ارجنتيني بينزل. ده اللي احرز الهدف اللي ثابت كان بيتكلم عنه لما لبى كوجا نزل عملها له بالعرض لما سفيان وقف جناح ودخل بيلعب مكان محمد عباس. بالظبط. لما بينزل في الشوط الثاني لعيب مميز جدا، مهاري بصوره كبيره قوي. عندهم كمان لبى كوجا طبعا احنا اتكلمنا عليه. عندهم لعيب ارجنتيني ثاني اسمه انفانتينو بيلعب في وسط الملعب. كورته اتهاجم عليه كريسبو شويه. بالظبط. يعني هو برده لسه لعيب صغير. وعندنا يعني اخر اللي استغربوا له شويه يعني. يعني هو مايل شويه. طبعا انت عارف ان حضرتك ان هو ارجنتيني، فجايب مواهب شباب صغيره ممكن نجح بعضهم وممكن لسه. في كمان سلاموني ده باك ليفت ارجنتيني برضو. لما بيشارك بيبقى عنده مردود ايجابي. فاعتقد ان على ارض الملعب يا كابتن النادي العين عنده كل الادوات اللي تمكنه من الفوز. النادي الاهلي ان شاء الله كمان عنده كل الادوات اللي تمكنه من الفوز. مباراه ابطال قارات زي ما حضرتك قلت في الانترو. النادي الاهلي اصبح عابر للقارات. احنا كنا بنروح في افريقيا وبعدين كاس عالم. النهارده بنواجه بطل اسيا في انتظار ان شاء الله التحديات اللي بعد كده مع ابطال قارات ثانيه. فاعتقد ان مباراه على المستوى الفني هتفي بالوعود ان شاء الله.
وعلى ارض الملعب ادوار اللعيبه لازم كل لاعب يبقى عنده انضباط تكتيكي مهم جدا. نعم. لان بكره مباراه التفاصيل الصغيره. ده صح. بكره اللي هيحسم المباراه خطا فردي. نعم. مهاره فرديه. صحيح. ضربه ثابته بالظبط. طيب عندك حاجه ثانيه على العين؟ عندي مقارنه بس ما بين افضل 9 في مصر وافضل 9 في اسيا. ماشي. وسام ابو علي وسفيان رحيمي. نعم. خلي بالك افضل 9 في مصر دي هو ما والله العظيم انتوا يعني بتحطوا بقى يعني بتشغلوا بالكم بحاجات خايبه ملهاش لازمه يعني. وسام ابو علي. نعم. لو معانا نعرضها. وسام ابو علي انضم للاهلي من 11 يناير 2024. لعب 31 مباراه. جاب 21 جون وصنع 6 هداف الدوري المصري 18 هدف. لكن سفيان رحيمي منضم ليهم يوم 24 اغسطس 2021 لعب معاهم 116 مشاركه جاب 55 جون وواحد وصنع 41 اسيست اخذ هداف دوري ابطال اسيا السنه اللي فاتت ب 13 جون. فانت بتتكلم في هداف اسيا وهداف افريقيا يعني. اتنين لعيبه تقال بس انا اعتقد اقترضت يعني احصائيه لسفيان اعلى من كده شويه ولا هي دي دي ارقامه ارقامه اشك يعني منذ انضمامه. هو سجل منذ انضمامه يعني هو حاجه جايب 55 جون 55 55 جون وصنع 41 جون. يمكن ضافوا له اهدافه مع المنتخب المغربي ممكن مع المنتخب المغربي الاولمبي لان كنت شفت له ده دي اهدافه مع النادي بس مع النادي, النادي العين منذ انضمامه يعني بمعدل نص هدف في كل مباراه معدل يعني نص هدف. وسام انفجر قوي كمان انفجر قوي سفيان لما بدا يشارك في مركز المهاجم استفاد قوي من لعيبه الوسط اللي بيلعبوا تحتيه وقدر يترجم الفرص دي لاهداف. خلينا نروح من العين للنادي الاهلي وتحليل كامل للنادي الاهلي ونبدا به بلال المطلوب الدكتور احمد ثابت النقطه وما قال لك ما تفتحش ما تضغطش انا بحب الضغط عشان بس تبقى عارف واحب ان انا نفس المدرسة. احط الفريق اللي قدامي تحت ضغط ولكن كل مباراه لها ظروفها. ايه المطلوب بكره من كولر؟ المطلوب يا كابتن ان انا ابني على اخر شكل تكتيكي او رسم تكتيكي انا لعبت بيه والنادي الاهلي وضح للمتابعين الفارق الكبير اللي ظهر بيه النادي الاهلي في مباراه كاس السوبر المصري وكاس السوبر الافريقي. الانضباط التكتيكي دايما بص يا كابتن دي مباراه الاهلي الاخيره امام نادي الزمالك في الامارات اللي فاز بيها النادي الاهلي. النادي الاهلي لما لجأ للضغط العالي زي ما حضرتك بتقول الكره دي النادي الاهلي غلط فيها مدافعي نادي الزمالك هنا لما عمل ضغط عالي في وسط الملعب قطع الكره وقدر يبقى عنده كثافه عدديه بخمس لعيبه على حدود منطقه الجزاء كانت هتسفر عن هدف. هنروح للحاله اللي بعد دي على طول. نفس الكلام سفيان ابو علي لما النادي الاهلي بص يا كابتن ضغط على لعيبه نادي الزمالك غلط وسام ابو علي غلط المدافع سفيان شغال في دماغه انا قلت سفيان ابو علي الارقام خضتني وسام ابو علي غلط مدافع نادي الزمالك وحولها لفرصه حقيقيه يمكن كان ممكن يفنشها بشكل احسن ولكن قدر يبقى عندك فرصه خطيره. كل ده ناتج عن الضغط العالي. كره حسين الشحات دي يا كابتن كانت فرصه ناتجه عن ضغطه عالي اتعمل في وسط الملعب قدرت من خلاله تجمع لعب حته التمريره من امام بالظبط حطها له حلوه قوي بس امام ولا طاهر يا كابتن؟ انا شفت انا في الملعب شفتها طاهر هتوها بالفيديو انا في الملعب اللي لعبها حسين الشحات امام ما بين طاهر امام حسين يبقى طاهر كان مشارك فيها الكره دي حسين لو اتعامل معاها بشكل احسن حسين قال لك انا ما بضيعش الحاجات دي هو كان مستعجل شويه بالظبط فكل ده ناتج يعني بالظبط عمل مباراه كبيره جدا طبعا فالثلاث كرات يا كابتن اللي كانوا في اول المباراه كلهم دي الكره الرابعه نفس الكلام برضو النادي الاهلي بيسترجع الكره نتيجه بص يا كابتن انا عايز حضرتك تعد اللعيبه 1 2 3 4 5 6 7 8 لعيبه يا كابتن من النادي الاهلي يا احمد 8 لعيبه في وسط ملعب نادي الزمالك حرمت الزمالك تماما من عمليه التحضير لبناء الاهلي بالظبط وقدرت من خلالها ممكن تكون انت ما استفدتش بالكرات دي وترجمتها لاهداف ولكن كان عندك شكل هجومي ما كانش موجود في المباراه الاولى اللي انت لعبت فيها. بص بقى يا كابتن انا دي هنختم بيها في الشكل بتاع انا شايف ان ده هو نقطه تحول النادي الاهلي في الاداء اللي معاه الكره ده احمد نبيل كوكا مشاركه احمد نبيل كوكا من البدايه غيرت في ادوار مروان عطيه غيرت في ادوار امام عاشور مظبوط غيرت حتى في الشكل اللي كان عليه النادي الاهلي وحسنت من اداء يحيى عطيه الله بالظبط ادت يحيى المسانده بالظبط المسانده الدفاعيه المطلوبه. بص هنا كابتن حسين هو واقف يحيى طالع او امام طالع بشكل بعدي خط الوسط مستحيل عندك مروان بالظبط عندك اريحيه كبيره جدا قدرت تدي لمروان حتى كابتن الدور اللي هو بيحب يلعبه الصداده اللاعب اللي بيلم تطور رائع تاني في مستواه بس نقول برضه يا كابتن ونرجع ونقول ان الثنائيه اكرم ومروان
ثنائيه متشابهه الادوار بشكل كبير جدا. نعم. الاثنين لما بيلعبوا بيحصل عندهم زي حاله من يعني بيغلطوا بعض، بيقفلوا على بعض في اوقات كتير جدا. بيحصل عندهم حاله من الارتباك في بعض القرارات، ان مين اللي يزيد، مروان ولا 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 اكرم، لان كل واحد فيهم حافظ تمركزاته في المركز ده. نعم. لكن وجود كوكا من البدايه ادى التنظيم على ارض الملعب، كورته عاليه جدا. طيب ارجع اسالك نفس السؤال، ما المطلوب من كولر بكره باذن الله من اجل الفوز والصعود؟ اول حاجه تقسيم المباراه بشكل جيد. تقسيم المباراه حلوه الاجابه. يعني ايه تقسيم؟ نعم. يعني انا مع الضغط العالي بس مش في كل الفترات. نعم. ما ينفعش اضغط قدام الفرقه دي زي ما عملت قدام الزمالك احطهم 45 دقيقه. ماشي. هقول لحضرتك احصائيه غريبه، انا دايما بدرس الفرقه بعمل لها احصائيات كامله. شوف كل حاجه، ببص لقيت في العين الاماراتي في السنه دي مستقبلين 24 جون في 12 ماتش، من ال 24 جون دول 9 في نهايه الشوط الاول و5 في نهايه الشوط الثاني. نعم. يبقى انا ممكن في تقسيم الماتش اضغط في اخر ربع ساعه من كل شوط، لكن انا مع زي ما قلت لحضرتك، بص اهو دي الاحصائيه مثلا 9 في نهايه الشوط الاول و5 في نهايه الشوط الثاني. فانت فريق واضح ان هو تركيزهم بيقل في نهايه كل شوط، بالذات في الشوط الاول اكتر. فانا ليه ممكن اضغط في اول ربع ساعه واخر ربع ساعه؟ قصدك ما غامرش؟ ما غامرش لان انا لو زي ما فتحت انت قلت توازن. توازن بس يبقى عندي في اول شوط او بدايه اول شوط ونهايه اول شوط ضغط. ضغط عالي عشان برضو اللعيبه بتاعتي بدنيا ما تقعش في الشوط الثاني. زي بصراحه ما حصل في مباراه الزمالك الاخيره. جميل. بدنيا هم احنا وقعنا الشوط الثاني لان انت استنفذتهم. احنا بكره عندنا اشواط اضافيه. اشواط اضافيه في حاله التعادل. في حاله التعادل. فانا عشان كده مع تقسيم المباراه. النقطه الثانيه استغلال الفرص، مش عايز اشوف بقى ان انا اروح اربع فرص بكره، ما فيش الكلام. ده انت بتلعب فرقه بطل اسيا. الفرصه بجون. الفرصه بجون. دي نقطه مهمه جدا. بعد كده بقى التشكيل والتحولات. التشكيل بشوف ان في حراسه المرمى طبعا انا بشوف محمد الشناوي بعد الحاله اللي قدمها. طب انا اقول لك على حاجه، انا عامل تشكيل نعرضه ونشوف كده. يلا بينا. يلا نشوف كده. ماشي. التشكيل حلو، الحوار اللي ما بين بلال واحمد ثابت ده جميل. يلا ده تشكيل ثابت ده بقى. نعم. طب خلاص نتكلم في تشكيل. لا هاتوا لنا تشكيل. لا هو ماشي. لا هو غالبا لا هو نفس التشكيل يا كابتن. هو لا انا مش حاطط بيرس تاو. انا حاطط بيرس. يبقى ده تشكيلك انت. ده تشكيلك انت. ده كابتن الشناوي طبعا في حراسه المرمى. انا ما غيرتش بالمناسبه، هو طاهر انا حطيت بس مكانه بيرسي علشان بيرسي اسرع في التحولات. انت عارف حضرتك ان طاهر مميز قوي. بالظبط. يعني انا غيرت، هو التغيير الوحيد اللي انا اضفته على التشكيل ان انا دخلت بيرسي تاو علشان يقدر يبقى نفس التشكيله. لا الشناوي، اكرم توفيق، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يحيى عطيه الله، مروان عطيه، وكوكا، وامام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات، واسامه ابو علي. فقط بيرسي مكان طاهر. مكان عشان بيرسي بس يبقى عنده مميز. انت عارف حضرتك بيرسي شويه في عمليه ان هو يقدر يروح في المساحه اللي ورا الظهير. طيب قول يا دكتور. انا بشوف ان مهم قوي الادوار اكتر من التشكيل والاسماء. انت حاطط تشكيلك؟ تشكيلي معايا يعني اكرم توفيق باك يمين، ربيعه وياسر ابراهيم، يحيى عطيه الله ناحيه الشمال، مروان عطيه واحمد نبيل كوكا وامام عاشور، ناحيه اليمين طاهر. ناحيه الشمال حسين الشحات ومهاجم اسامه ابو علي. اهم يعني انا مختلف معاه بس في طاهر مكان تاو، لان طاهر ماشي بشكل كويس وحاله كويسه وبيدافع بشكل كويس وعنده سرعات. انت بتتكلم في فرقه عنده سرعات وعنده قوه. فاكر مباراه مونتيري كنا احنا دافعنا بشكل كويس قوي اللي هي مع موسيماني، وقدرت ان انت تعمل تحول من خلال معلول وطاهر. فانت بكره الادوار مهمه قوي. يعني انا مش حتى اي تشكيل، وان شاء الله كلهم رجاله. يعني دي التشكيله اهي. ده تشكيله دكتوره ثابت. يعني اللي قدام اهم حاجه الادوار، ربيعه وياسر ومروان. مروان لازم يبقى واقف قدام الثلاثه عشان تمنع الهجمه المرتده بتاعت سفيان رحيمي. بالظبط. مهم جدا الضغط في وسط الملعب، مهم قوي من كوكا وامام ومروان زي ما عملت في مباراه الزمالك. عشان تمنع التسديدات، لانهم واحده من اهم الاسلحه عندهم التسديدات. بالظبط. مهم التركيز في الضربات الركنيه. اهم من الاسماء. بعد كده بقى انا عايز تحولات. انا هدافع. عشان كده انا حطيت بيرسي. يعني انا شايف ان بيرسي ثابت اسرع في في كابتن في ان هو يروح. انا بقالي فتره مش في التوب فورم. ما انا يعني انا كل مره بقول لنفسي ان هو هيجيب التوب فورم دي. فيا رب يعني ربنا يوفق اللي هيلعب. هو لعيب طبعا كويس، بس الماتش اللي فات كان بيلعب مهاجم كويس. ما كانش بيلعب. كان في ماتش الزمالك نزل راس حربه مكان وسام. ما كانش برضه في حالته قوي بصراحه. ما كانش في حال، بس اللي عنده احسن من كده. عنده احسن من كده اكيد. او الضربه الترجيحيه ايه خليته. دي كانت من اصعب ضربات الجزاء. هي كانت الاصعب. ووسام ابو علي دوره بكره مهم. انا عندي احساس ان ممكن وسام بكره يسجل ان شاء الله. ليه؟ لان انت بتقابل فرقه عندها مشكله في التحولات، عندها مشكله في الكرات العرضيه، في التمركز. المدافعين دايما بيبقى عينهم فين؟
على المدافع على المهاجم على زمايلهم وبيسيبوا الكره او عينهم على الكره وبيسيبوا المهاجم. فعشان كده ان شاء الله بشوف ان وسام ان شاء الله قادر ان هو يسجل بكره. انا بتمنى برضه يا كابتن على ذكر وسام ان احنا نخلق لوسام بكره كميه من العرضيات ونستغل المفتاح بتاع يحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله كابتن مميز جدا جدا في الكرات العرضيه بشكل بيعملها حلو قوي. فاتمنى بكره ان طريقه اللعب تبقى مبنيه على ان انت تدي اريحيه ليحيى في عمليه التكمله. وان هو يقدر زي ما احنا شرحنا ان الباكات بيسمحوا لك دايما في معظم الوقت انك تعمل الكروسات. اعتقد ان مع توالي الكروسات واحده منهم ممكن تنهي لك لقاء ان شاء الله. بلال بشكرك شكرا جزيلا. دكتور احمد بشكرك شكرا جزيلا. احمد وبالتوفيق للنادي الاهلي اكثر من رائع وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي. فاصل ثم النجم عماد النحاس.